كمية سرعة لا تقول له. شنو محمد أحمد؟ يا عبد ما تطلع الاسم احمد الصالحين ساكن كرباسي، طبعا رئيس المجلس الاجتماعي لمحله تويوه. طبعا مائده الرحمن الرمضانيه هذه طبعا نظمتها مؤسسات المجتمع المدني بتويوه باشراف محله تويوه والمجلس الاجتماعي، مستهدفه طبعا اخوتنا النازحي مرزق والعمالة الأفارقة الموجودين بالمنطقة، وكذلك الناس المنطقة على أساس يكون إفطار جماعي للتلاحم والمودة. والله الأجواء جيدة وجميلة، والأغلب الشباب والناس فرحانة بهاللقاء باعتبار أن لقاء جماعي وأخوي، فحقيقة في شعور جيد وفي تعاون. لاحظنا أن في تعاون من الجميع، وكلهم هدفهم أن ينجح هذا اللقاء أو الإفطار الجماعي ويكون صورة جيدة.